للمزيد ينضم إلينا من مدينة قازان الروسية موفدة إكسترا نيوز حور محمد. حور، برحب بك إلى هذه الجولة الإخبارية. مزيد من التفاصيل حول زيارة السيد الرئيس إلى روسيا وحضوره لتجمع بريكس بالطبع لديك، تفضلي حور. ندى ودعاء، أهلا بكما زملائي الأعزاء. بالتأكيد كما ذكرتي ندى، نحن الآن في تغطية لفعاليات قمة بريكس 2024 والتي تستضيفها مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان من الفترة من 22 وحتى 24 من أكتوبر بحضور رؤساء دول مجموعة بريكس. هذه الدورة التي تترأسها روسيا تأتي تحت عنوان تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين عادلين، وذلك من خلال تعزيز دور بريكس في النظام النقدي الدولي وكذلك تعزيز استخدام العملات الوطنية أو العملات المحلية في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. يعني قبل قليل كنا بنشاهد من خلال موقعنا هذا في إكسبو بريس من خلال هذه الشاشات التي تظهر من خلف توافد الرؤساء وأيضا الوفود المشاركة والذين أكدوا حضورهم إلى هذه القمة. تحظى هذه الدورة في نسختها 16 بحضور نحو 38 دولة أكدوا حضورهم إلى هذه القمة، منها دول يمثلها رؤساؤها كروسيا وهي الدولة التي تترأس هذه القمة بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كذلك سيحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى هذه القمة، وهذه المشاركة هي بتعد المشاركة الأولى لجمهورية مصر العربية في قمة بريكس كعضو دائم منذ إعلان رئيس جنوب أفريقيا يناير الماضي سيريل رامافوزا عن ضم 5 دول جديدة إلى قمة بريكس. بالتأكيد نحن قبل قليل كنا نرى من خلال الشاشة التي تظهر خلفي وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ وأيضا من المرتقب حضور رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، كذلك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأيضا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وكذلك هناك دول يمثلها مسؤولون رفيعو المستوى. عادة ندى ما تتجه الأنظار إلى متابعة فعاليات قمة بريكس وذلك منذ إنشائها في عام 2006 حين كانت تتكون هذه المجموعة من 4 دول فقط، الصين وروسيا والهند والبرازيل، وكانت تحمل اسم بريك، ومن ثم انضمت إليها جنوب إفريقيا لتصبح تتكون هذه المجموعة من 5 دول تحت اسم بريكس. بالتأكيد على مدار السنوات العديدة الماضية استطاعت هذه القمة أن تحظى باهتمام كبير وأن تكون تحالف اقتصادي قوي قادر على المنافسة لمجموعة الدول الصناعية 7، خاصة وأن هناك رغبة كما ذكرت في توسيع هذه المجموعة من خلال إعلان رئيس جنوب أفريقيا بضم 5 دول جديدة إلى هذا التجمع ليصبح يتكون من 10 دول منها 3 دول عربية. هذه المجموعة تشهد تطورا كبيرا كذلك بانضمام 5 دول الجديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والتنموي وكذلك الاستثماري. وبالتأكيد يعني
هذا ما يضيف الكثير من المكاسب والفرص الاستثمارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء في هذه المجموعة إذا تحدثنا عن مشاركة الدولة المصرية والفرص الاستثمارية ومكاسب التي تحققها من خلال انضمامها لهذه المجموعة. أود هنا أن أشير بداية إلى ما تمثله دعوة رؤساء دولة مجموعة بريكس من ثقة في الرؤية المصرية للتنمية التي أصبحت الآن يعني نشهدها على أرض الواقع سواء في الداخل المصري أو حتى في الخارج، ومساعي القيادة السياسية دائما فتح أسواق جديدة والتعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول القارة الإفريقية، وخاصة أن يعني دائما ما بتشير القيادة السياسية أنها بتضع قضايا القارة الإفريقية في مقدمة أولوياتها، وهو الهدف الذي يعني أيضا تتفق عليه وأبدت أيضا مجموعة بريكس يعني نيتها في دعم القارة الأفريقية على المستوى الاقتصادي والاستثماري. يعني بالتأكيد إذا تحدثنا حول المكاسب التي تحققها مصر، يعني انضمام مصر للبريكس بيعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وبين دول المجموعة ومكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بالشرق الأوسط وأيضا شمال إفريقيا، وهو أيضا ما تحظى به مصر وما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي يعني بيجعلها بوابة مهمة للاستثمار. صحيح. بالتأكيد هذه القمة هي قمة بغاية في الأهمية، وبتأتي على طاولتها قضايا عديدة وتحديات أيضا سنقف على مستجداتها في رسائل إخبارية جديدة. بالطبع حور، سنتابع معك كل ما هو جديد متعلق بهذه القمة أو قمة بريكس، وأيضا كلمة السيد الرئيس ومشاركته في القمة. أنا بشكرك جزيل الشكر، موفدة إكسترا نيوز حور محمد من روسيا وتحديدا من مدينة قازان، شكرا جزيلا لك.